بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة المفرد والمركب ممكن هذه العناوين وضعها الأستاذ بدرفر محقق هذا الكتاب توفى رحمه الله عليه، كانت تربطني به صداقه جميله وكنت اذهب الى مكتبته هناك وندردش ويحكي لي امورا عن الحوزه وعن العلماء وعن المسائل العلميه، كان من العلماء الا انه اهتم بتحقيق المخطوطات والكتب القيمه توفى رحمة الله عليه، إنسان نقي نظيف متواضع وكان لا يترك الصلاة أبدا وراء الشيخ بهجت رحمة الله عليه. اللهم احشرهما مع محمد وآل محمد. قال: واللفظ الذي لم لم يجعل لأجزائه فيه دلالة دلالة أصلا فهو مفرد كالإنسان. والذي جعلت أجزاؤه دالة على أجزاء المعنى فهو مركب كالحيوان الناطق ويسمى قولا هذا تقسيم منطقي تقسيم في النظم المنطقي إلى المفرد والمركب تأتي إلى اللفظ يدل على المعنى ركز على اللفظ لأن يعني المعنى المعنى مجرد حقيقة مثالية لا يمكن أن تقسمها إلى أجزاء و بوصفه لا يجزا المعنى يروح التجزيء لللفظ الانسان انسان عندك همزه وعندك نون وسين والف ونون خذ النون مثلا هل تدل على معنى؟ لا يجز من لفظ الانسان لا تدل على معنى اذا هذا هو المفرد هذه الضابطه اما اذا اخذت حيوان ناطق وهو معنى الانسان لا هنا فيه مكونات الحيوان الناطق هذا مركب مساله منطقيه سهله اقول هذه قسمه اخرى للفظ مطلقا وهي ان اللفظ اما ان لا يدل جزءه لا يدل جزءه على شيء اصلا ويسمى مفردا كالانسان وزيد فان اجزاء هذين يعني الانسان وزيد كالفاظ لا تدل على شيء اصلا وإما أن يدل جزءه على جزء المعنى ويسمى مركبان كالحيوان الناطق فإن الحيوان يدل على جزء المجموع من معنى الحيوان الناطق والناطق كذلك ذات تدرك لها معنى مستقل وهما بحثان وهنا بحثان أحدهما أن المفرد قد يكون قد يكون قد يكون لبعض أجزائه دلالة لا من حيث أنه جزء من اللفظ المستعمل بل من حيث من حيثية أخرى وقصد مغائر قاصد مغائر يا لعلم الحلي قاصد يعني فيه استخدام فيه استخدام خرجنا من المعنى التصوري يا شيخ ذهبنا إلى المعنى الاستخدامي قاصد فإنه من حيث هو جزء من ذلك اللفظ لا يراد منه شيء أصلا يعني ما في دلالة فهو مفرد وانتفاء الإرادة تستلزم انتفاء دلالة لأنها تابعة نعم تابعة للإرادة إذا الألفاظ إنما تدل, تدل بحسب الإرادة والقصد هذا الذي بيّنه المحقق الطوسي فيما مر يعني اللفظ في دائرة القاموس يبقى في الخفاء لفظ ميت ولهذا اللغات تتطور والفاظ تختفي لماذا؟ لان الملاك والاراده يعني الاستخدام الاستخدام والمقاصد اذ الالفاظ انما تدل بحسب الاراده ما يريده المستخدم والقاصد يعني الغايات لا لذواتها اذا بقيت في القاموس لا تدل على شيء بل تبقى ميته ومثاله ان عبد الله وامثله قد يكون علما فيكون مفردا بهذا الاعتبار وقد يكون نعتا فيكون مركبا عبد الله متشكل من مفردتين عبد ولفظ الجلاله واخطأ من جعله غير مفرد حال كونه علما لما تقدم لا في كونه علما مفرد نعم لأنه الإرادة لا تريد العبودية والذات الإلهية لا تريد اسما من الأسماء وثانيهما أن المفرد يدخل فيه ما ليس له جزء أصلا كقاف إذا جعلناه علما وما له جزء غير دال أصلا كزيد وما له جزء صالح للدلالة على غير جزء المعنى كعبد الله يدل على العبودية لكن المعنى هنا بمعنى الإيس وعلى جزئه كالحيوان الناطق إذا جعل علما حيوان ناطق إذا جعل علما ليس معنى للإنسان فهنا الأجزاء تتبخر إذا حسب الإرادة والقصد نعم إذا أنا استخدمت حيوان ناطق كعلم وليس كمعنى إذا ما عنده مكونات الدلالة التضمنية تتبخر هذا هو المعنى، هذا هو المقصود من هذه العبارة سهلة ولا نقف عندها لأن هذا يدرس في علم الأصول والبلاغة بالتفصيل بعد ما وصلنا إلى المنطق. نحن الآن في المدخل. المنطق متى يبدأ؟ في الجزء والكلي، يعني في البند السابع. الجزء والكلي المفروض يفتح بابا جديدا، باب الكليات الخمس. نعم. الاسم والفعل والحرف نعم في التكوين الجملي هذه الامور تتجلى نعم زيد قام زيد اسم مبتدا قام جمله فعليه ففعل كذا والحرف قام هو وهكذا امور قال وينقسم اللفظ الى تام وناقص لان من المفرد ما يتم دلالته بنفسه وهو الاسم والفعل ومنهما لا يتم والأول إن تجرد عن الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة يعني ليس حدثا اللاحق به بحسب التصريف فهو اسم إذا اسم معنى خارج عن السياق الزماني والمكاني هذا هو الذي يؤكد ما ذكرته أن المعاني معاني مثالية إيدياليست إيديال إيديالي. 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 ما عندها علاقة بالسريان الخلقي. نعم ما عندها معنى بالسريان الخلقي. إذا الإسم حقيقة مثالية يعني يدل على معنى حقيقة مثالية تعلو على الزمكان. إذا كنا في الزمكان وفي عالم الخلق المادي فقط هنا الفعل لأن فعل الله تعالى لا يخضع للزمان مع انه فعل نعم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أعطى يعني فعل خلق غير زمكاني المهم هذه الأمور أخذت من العرف نعم والأول يعني يريد يبين الاسم إن تجرد عن الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة لا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل اللاحقة به يعني التي التي تلازمه بحسب التصاريف تقول أكل يأكل سيأكل فهو اسم يعني تجرد عن هذه الصياغات وإلا يعني إن لم يكن كذلك بل تورط في الأزمنة الثلاثة فهو فعل فعل ويسمى كلمة كلمة الله أفعال الله والثاني حرف ويسمى أداة، هذا لا يستقل بالمفهومية متكئ على غيره. أقول: تمام القول ونقصانه تابعان لتمام مفرداته ونقصانها، فالتام من القول هو الذي يتألف من مفردين تامين والناقص منه ما يتالف من مفردين ناقصين او احدهما ناقص، نعم هذه مساله منطقيه. اذا ثبت هذا فالمفرد التام هو ما يتم دلالته بنفسه وهو الاسم الفعل. كالاسم الفعل، اذ كل واحد منهما لا يفتقر في دلالته على معنى الى انضمامه الى غيره. وغير التام هو الذي لا يتم دلالته بنفسه وهو الحرف ويفتقر في دلالته على معنى الى غيره كالاداه. يعني الحرف والمنطقي لا تهم هذه المسائل وبالتالي في مباحث الألفاظ الأصول أقوى من المنطقي البلاغي أقوى من المنطقي لماذا لأن ليست وظيفة المنطقي المنطقي يتعامل مع المعاني وليست المعاني بما هي حقائق المعاني بما هي خاضعة لمعاييره سيأتي إن شاء الله بيان هذا الأمر وقد ظهر من ذلك أن التام شامل للاسم والفعل إلا أن الاسم يتجرد عن الدلالة على الزمان كزيد والفعل هو الذي يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بحسب التصاريف اللاحقة به كقام ويقوم وسيقوم ويسمى كلمة كلمة يعني اصطلاح والأداة يعني الحرف كفي ولا في الظرفية ولا النافية الجزء والكلي المفروض من هنا يفتح بابا وهو الكليات الخامس كيف جاءت وكيف وصل إليها الذهن تستطيع أن تقول من هنا دخلنا المنطق المفروض هذه لا يضحى في المدخل يضحى في باب بعد المدخل بعد مباحث الألفاظ والعلم والعلم لم يأتي به في الشمسية جاء به لأن العلم مقولة ميتافيزيقية ليست مقولة منطقية المفروض بعد هذا المدخل يفتح الباب الجديد وهو باب الكليات الخامس التي إذا تلاعبنا بها نصل إلى التصور تلاعب يعني التعريف نتلاعب بالكليات الخمس يعني نؤسس للتعريف حتى نصل إلى التصور في الشمسية هناك بحث مهم يقول ما هو موضوع علم المنطق هو التعريف والحجه من اجاب من الطلاب على هذا السؤال بهذا الجواب ياخذ صفر ما هو موضوع المنطق يقول التعريف والحجه نعطيه صفر ليس هذا تعريف الحجه بحث فلسفي في الوجود الذهني بحث ميتافيزيقي ينتمي الى باب الوجود الذهني التعريف الموصل الى التصور والحجة الموصلة للتصديق بدون هذه الحيثية الجواب خطأ التعريف لماذا أنا أعرف الأشياء حتى أتصور المعنى ولماذا أستدين الحجة لأصدق بالقضية إذا موضوع علم المنطق هو التعريف الموصل والحجة الموصلة بهذا القيد فيما يفرق هذا الموضوع عن المعقول الثاني الذي بيناه وهو معقول وهو موضوع علم المنطق أقول في الباب الأول هو التعريف، في الباب الثاني هو الحجة والاستدلال. يعني عرفنا علم المنطق بأركان علم المنطق. وإلا هي كلها حيثيات للمعقول الثان. عرفناها بالأساس. الأساس ما هو؟ هو التعريف الموصل إلى التصور. والحجة يعني أنت إذا كنت في سجال معرفي مع شخص يعارضك في فكرة وتريد أن تقنعه أو هو يريد أن يقنعك. أولا يجب أن يتصور المعنى. ثم إذا تصور المعنى يقول ما هو دليلك؟ تأتي نوبة التدليل. إذا تمارس التعريف حتى ينعقد التصور في ذهنه قل سلمت جيد الآن فهمت الإمامة. نعم ما هو دليلك على الامام تنتقل الى مرحله اخرى وهي الحجه باعتبار هذه الاساسيات قالوا موضوع علم المنطق هو التعريف الموصل الى التصور والحجه الموصله الى التصديق اذا دخلنا في التفاصيل جميع التفاصيل نجد كل مفرده في الحقل المنطقي هي تعين للمعقول الثاني يعني المعقول الثاني تجلى في الجزئية في الكلية في الذاتية في العرضية في النوعية في الجنسية في الفصلية في الخاصة في العرضي العام في في التعريف في القسمة في المقسم في القصيم في القضية في الحجة في المغالطة هذه كلها عبارة عن شخصية المعقول الثاني يتلون بألوان متعددة، هذه الألوان المتعددة إذا بوبت ودرست بمنهجية التحليل والتركيب يسمى بعلم المنطق. أنا أكرر هذه المسائل حتى ترسخ في ذهن الطالب العزيز. الجزئي والكلي. عندنا المعنى لان المنطقي يتعامل مع المعاني ليس بي لا يتعامل مع الالفاظ لان التواصل المعرفي لا يتاتى الا باللغه فاللغه تدخل وكثير من الاحيان تشوش الذهن عندنا معنى هذا المعنى لا يمكن ان يسري في النظم التحققي الى أشخاص أخرى هناك يستقر فقط تقول زيد نعم آه زيد هل يسر إلى ليلى لا هل يسر إلى الذهب لا هل زيد يتعدد زيد زيد هل يتعدد لا زيد 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 خلاص تشخص وانتخندق نعم ليس كل إنسان الإنسان لا يسري في زيد وفي ليلى وفي طه يعني فيه سنيان صدقي كثير إذا عندنا معنى جزئي ومعنى كلي سهل الأمر إذا المعنى باعتبار النظم التحققي قد يتشخص وقد يسري التشخص جزئية السريان كلية انتهى الأمر أعبر لك بتعبير فلسفي لأني متخصص فلسفة هذه الأمور تفهمها في الفلسفة بشكل دقيق إذا جئت إلى الحق المنطقي توضحها بطريقة رائعة ولهذا لا تدرس علم المنطق عند غير الفيلسوف واضح الآن؟ نعم الآن زيد زيد الشخصي هل يمكن أن ينبسط؟ لا تقول زيد شيخنا زيد هم شخص خلاص إذا المعنى هناك تخندق وتشخصا أما الإنسان تقول لي لا شيخنا في زيد لا يتخندق في زيد يسري في علي يسري في رقية في ليلى في زينب وهكذا هذا السريان في النظم التحققي يعني هذا المعنى يتكثر في الأشخاص نعم الأشخاص تختلف كل له شخصات شخصات شخصاته الخاصة أما التخندق الموجود سريان اللفظ طبعا هنا أتحدث بلسان مشائي مش لأن هذا المنطق مشائي مش بإمتياز قال والمانع مفهومه مفهوم يعني المعنى من وقوع الشركة فيه يعني لا يسري يتخندق زيد زيد نعم جزئي كزيد المشار إليه هذا الزيد في متوننا المفروض يأخذ جائزة نوبل نعم في كل المتون موجود شخصية فارضة نفسها على غيرها واضح الآن إذن المعنى الجزئي نعم سأشير إلى نكتة بعد شرح العلماء الحلي إذا كنا في معنى لا يسري لا يتخندق يعني الإنسان في زيد يقول له يقول له باي باي السلام عليكم خد عافيز باللغة الفارسية نعم اوغوفواغ باللغه الفرنسيه يقولوا وين؟ يقول روح الى ليلى من ليلى يقول الى اللقاء روح الى ماذا؟ رقيه الى طه حتى هذا السريان الكثروي هذا هو الكلي هذا هو الكلي نعم وغير المانع الكلي وغير المانع كليون غير المانع لا يتخندق يسري كالانسان الإنسان يبقى في زيت لا يتجلى في طه يتجلى في بلال في علي في ليلى في رقية في زينة وهكذا كالإنسان وإن لم يقع فيه شركة كالشمس والعنقة وإن هذه آآ آآ عاطفة ليست حالية تقول عندنا معنى هو كلي والسريان غير موجود دقق جيدا هنا ينفعنا التفكيك بين النظم المنطقي. النظم المنطقي يعني عالم الذهن، عالم الادراك، والنظم التحققي عالم الوجود. معنى الشمس، معنى الشمس، معنى الكلي. في النظم التحققي العنايه الالهيه خلقت فقط مصداقا واحدا. انتهى الامر. وممكن نكتشف شموسا في مجرات اخرى، يمكن، يمكن. لأن هذا المعنى من طبيعته يسري كونه لا يسري هذا لمانع خلقي لمانع يتصل بالنظم التحققي ما عنده علاقة بالنظم المنطقي النظم المنطقي معنى فضفاض كلي يعني يصدق على كثيرين يشير إلى هذه النقطة وإن لم يقع فيه شركة أي في النظم التحققي عندنا إن شمس واحدة على الفلكية القديمة كالشمس الشمس في النظم المنطقي فضفاض كلي قابل أن يسري في مصابيق مليار شمس في الواقع الخارجي لا هناك حكومة أخرى حكومة النظم التحققي شمس واحدة على الفلكيات القديمة والعنقاء العنقاء أصلا هذا الطائر الأسطوري أصلا معنى يصدق على كثيرين ومستحيل أن يكون لاحظت كيف لماذا مستحيل أن يكون ما عنده علاقة بالنظم المنطقي، النظم المنطقي مفهوم العنقاء يتسع لمصادق متعددة، ناتي إلى النظم التحققي، العنقاء له تحقق يقول مستحيل أسطوري، حيوان أسطوري، سيمورغ العنقاء هو, هو السيمورغ باللغة الفارسية، إذن لماذا العنقاء والسمورغ لا مصداق له في الخارج؟ تقول هذا خاضع لقانون النظم التحققي أما المعنى الكلي خاضع للنظم المنطقي هذه فما جيدا أقول هذا تقسيم لللفظ المفرد إلى الكل والجزئي ليس لللفظ للمعنى وذلك بحسب معنى لاحظت استدركها لأن هذا التقسيم لا علاقة له باللفظ للمعنى وذلك بحسب معنى يعني التقسيم يصغي إلى اللفظ مجازا وحقيقة لمن للمعنى لأن الزيد الخارجي لفظ أم حقيقة تقول حقيقة هذه الحقيقة هي المعنى نعم فإن المعنى إن تشخص أين يتشخص بالله عليك في الذين لا المعاني لا معنى أن تتشخص لأنها في النظم المنطقي معاني مثالية لا معنى للتشخص التشخص في النظم الوجود يعني في النظم التحققي لوردر كونكري ليعرف يعرف اللغة الفرنسية أنا أسميها النظم التحققي في دار التحقق هناك تشخص زيد إذا تشخص لا يمكن أن يسري لا يمكن لزيد الشخص يقول لنفسه إلى اللقاء خدافز حافظ أوروفوار باي باي ثم يتعين في مرتبة أخرى لا يمكن لا يمكن وإلا الزوجة تدمر مطلقا ندخل إلى المزح القليل نعم هذه الزوجة هذا زيد زوجها وهو عنده قابلية للتكرر والتكثر مليار بعد يدقوا على الباب مفروض تكرر عشر مرات كلهم يدقوا على الباب مين زوجي هنا؟ لا عندك عشرة وممكن يصيروا مليار مسكينة تدمر العناية الإلهية حكمة مطلقة ولهذا أنا أرى الإلحاد مرض نفسي مرض نفسي الإلحاد صدقوني من لا يؤمن بالعناية الإلهية فهذا مريض في داخل باطنه ملاك التشخص الهويات تستقر تستقر زيد مستقر فيدق الباب زوجي هذا زوجي العزيز نعم إذا التشخص خاصية للنظم التحققي نعم فإن المعنى إن تشخص أين يتشخص في المعنى؟ المعنى حقيقة مثالية لا تتشخص ولا لا تتشخص ما عنده علاقة بهذا الأمر في عالم الخلق نعم فإن المعنى إن تشخص يسمى جزئيا حقيقيا كزيد المشار إليه هذا زيد المشار إليه يعني إشارة إلى التخندق وإنما قيده بالإشارة في المثل قال كزيد المشار إليه ليخرج ليخرج يعني محقق ليخرج عنه زيد المشترك بين أشخاص متعددة خلوني هنا هذه النكتة التي قلت لكم أبينها بعد شرح العلامة الحلي زيد ما عندنا زيد حقيقة أو معنى يتكثر يصدق على كثير، أبدا، زيد جزئي، أصلا زيد ليس بمعنى، زيد صورة جزئية، صورة حسية، صورة حسية، ليس أصلا لا يرقى إلى المعنى حتى نقول يصدق على كثير أو لا يصدق على كثير إذا عندنا المعنى كلما تمحضنا في المعنى فهو كلي ما عندنا معنى ليس بكلي سجلها عندك معنى جزء خرافة كبيرة المعنى يعني المفهوم أما الصورة الجزئية هذه لا تسمى معنى هذه صورة جزئية نعم والصورة الجزئية تكون دائما جزئية تشير إلى المتشخص نعم، وإنما قيده بالإشارة يقول كزيد المشار إليه في المثل ليخرج عنه زيد المشترك بين أشخاص متعددة، ما عندنا زيد المشترك بين أشخاص متعددة، دلوني على هذا زيد المشترك، زيد المشترك وين؟ وين هذا زيد؟ هذا اسم، هذا اسم، اسم، اسم خاص وليس معنى، نحن نتحدث عن المعاني يا العلم الحلي. نعم فتشخص المعنى مانع من وقوع الشركة فيه يعني لأن خاصية للواقع الخارجي وإما إن لم يمنع معناه من وقوع الشركة فيه فإنه يكون كليا سواء كانت فيه شركة خارجية كالإنسان في شركة خارجية واقعية زيد طه ليلى رقية بلا الكل يشترك في الحقيقة الإنسانية أو لم يكن كالشمس هذه خاصية للنظم المنطقي عندنا إن مصداق واحد فقط أما الشمس كمعنى فهو كلي فإنها غير مشتركة ومع ذلك فهي كلية لأن مانع الشركة مستند إلى غير المفهوم غير المعنى يعني ليس في النظم المنطقي وإنما خاصية للنظم الخارجي النظم التحققي إذن كل معنى فهو كلي ما ان الكليه ما عندها علاقه بالواقع الخارجي ليست خاصيه للنظم الخارجي وانما خاصيه للنظم المنطقي لانه معنى مثالي نعم وها هنا مباحث ياتي ان شاء الله اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد